طيب معانا السيدة أم محمد، موجودة معانا؟ ايوه انا موجوده معاك حضرتك. استاذة أم محمد تتفضل. منين ايوه يا حضرتك؟ دكتور قولي لنا بس السلام عليكم. حضرتك منين يا حاجة أم محمد؟ انا من الرمله بنها. أهلا بقى، اسمها اهلا. بنها العسل. أهلا ايوه وسهلا، بنها العسل. اتفضلي يا حاجة أم محمد. انا يا دكتور ست عندي 67 سنة. لسه شابة يعني؟ 67 سنة. ايوه ماشي، انا سامع كويس. 67 سنة. وجوزي عنده جوزي عنده 72 سنة. برضه شاب. قضينا حياتنا أحسن عيشة وأحسن نتيجة، وربنا أربع جدعان ربنا يبارك فيهم ولاد حلال يا رب. وربنا كان راضي علينا قوي قوي. الحمد وجوزي لله. بيخاف ربنا، ومن 2012 طلع على المعاش، كان بيفتح الساعة 3 بالليل في الشتاء الجامع ويقعد يقرأ قرآن لحد ما يقدر ويصلي للناس الفجر. الله أكبر ما شاء الله. وربنا راضي علينا قوي في مال وفي صحة وفي كل شيء. حياتنا حياة كريمة قوي. الحمد لله. لا ناس مستورين. ما الحمد احناش لله. أغنية بس احنا مستورين. الحمد لله. السؤال بقى يا جوزي حاج راجل بيخاف ربنا، وأنا كنت سعيدة معاه قوي. طيب ربنا جوزي ربنا يديم عليكم شوية النعمة يا مرض. حاج أم محمد. السؤال نعم. بقى، ربنا يديم عليكم النعمة. السؤال يا حاج أم محمد. أيوة النبي ادعي لي يا دكتور. ربنا يفتح عليك ويوسع عليك ويجعلك في سعادة وفي نعمة جوزي وبركة. دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى جوزي عيان شوية، يعني مرض الزهايمر. فمحتاج يعني حياة تانية وعيش تانية. صح. وأنا عايزة أكون يعني جزيرة قوي به، وأكون ربنا راضي عليا فعشت معاه، وأكون أخدمه بإخلاص وبمرضي الله، لأنه هو دلوقتي بيصلي وبيقرأ في المصحف ومليش دعوة بحد خالص، ولا بمرتب ولا ببيت ولا بأرض ولا بأي شيء. ونسي بعض الحاجات. ونسي بعض الحاجات هو يعني ممكن يكون نسي نسي بعض الأولاد اللي جو اللي خلفتيهم متأخرين مثلا. الحمد لله. طيب يا دكتور. أيوة يا ست محمد. أنا خايفة ربنا لا أقصر معاه، وأنا بشكر ربنا كل دقيقة، وأنا داخلة معاه الحمام بشكر ربنا، وأنا بلبسه وأنا قاعد بتفرج عليه وهو بيقرأ في المصحف بشكر ربنا كل دقيقة. بس أنا بدعي كتير قوي إن ربنا يشفيه، يرجع تاني يخرج يقعد على باب البيت يكلم حد. ده ما بيحصلش خالص. هو راجل طيب جدا جدا، وطول عمره وقضى حياته وهو بيربي ولاده بالحلال. طيب كان شغال في السكه الحديد، كانوا بيحبوه قوي قوي، المدير والمهندس كانوا يعني بيكرموه تكريم. طيب جامد قوي. انا اقول لك تعملي ايه يا حاج محمد؟ يعني حاج محمد دي بطله، والحاج ابو محمد دوت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له ثوابا مضاعفا. تعالوا يا جماعه ندعي لكل اخواننا اللي هم اصابهم الزهايمر ان ربنا سبحانه وتعالى يصبرهم ويصبر كمان اهلهم، لان الزهايمر يا ساده مرض ما هو سهل، ومرض يعني لو انتم بتسموا بعض الامراض فتاكه، هذا مرض يجعل الانسان وكانه تسلب منه حياته وهو حي، يعني بيبقى اتخصم من حياته كتير، بس هو في نفس الوقت بيبان فيه نعمة ربنا سبحانه وتعالى. مش نعمة ربنا ان هو لما فقد ذاكرته، لا، نعمة ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى وهو عايش كده مازال بيحيا. ونتعلم ان العيشة عندنا بلا حول ولا قوة الا بالله. حاج محمد انا لو شفت حضرتك وانا ابوس دماغك. ربنا يديم عليك. هو ده يعني انا حاج محمد ده هو ده نموذج الحب، هو ده الحب الحقيقي، هي دي بنات الأصول، هي دي الكريمات، هي دي الناس اللي الواحد لما بيسمع منهم بيخجل. انت خجلتيني يا حاجة محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى ليكي ان ربنا يديم عليك الفضل، وان ربنا يكتب لك الخير. بتسأليني اعمل ايه؟ انا مع بعض المؤسسات هندرب الناس ازاي يتعاملوا مع مريض الزهايمر. أول حاجة حضرتك طولي نفسك، ما تستغربيش، ما تتألميش عليه، هو في لطف ربنا. ما تتألميش وهو بتشوفيه كده. لما تشوفيه كده حاولي دايما تجاريه، ما تحاوليش تضغطي عليه، مفيش، مش هينفع، الضغط عليه مش هيجيب نتيجة.
يبقى الحل هو ايه؟ ان انت تجاريه. لو حد نسي حد امشي معاه وعرفيه من جديد، وكل ده هيكون في ميزان حسناتكم. اوعدكم ان احنا مره نتكلم عن احبابنا واخواننا واصدقائنا واهلنا وناسنا واكرم الناس علينا، اهل الزهايمر، هنتكلم عليهم لانهم ليهم حق ان احنا نتكلم عنهم. هنتكلم عنهم لان هم محتاجين رحمه، محتاجين ود، محتاجين ان احنا نتكاتف معاهم. يا رب العالمين اجعل كل اخواننا الذين اصابهم هذا المرض في لطفك وفي كرمك، ورقق قلوب اهلهم عليهم، وخلي ستنا ام محمد دي نموذج ليهم عشان يعيشوا معاهم ازاي يفتحوا قلوبهم على فضل ربنا وكرم ربنا. يا رب اجعلنا من الرحماء، واجعلنا دايما نستشعر مددك ونورك وبركتك، وما نمنعش ابدا خير ممكن يوصل منا لعبادك الا ونفعله يا رب العالمين بمددك يا اكرم الاكرمين. ووفقنا الى الخير على الدوام يا رب العالمين.